عندنا حاجة مرض كده يعني بيصيب بعض أطفالنا. تلاقي فيه طفل شقي قوي، حرام، بص عمال يتنطط زي الزمبلك، سرير على الدولاب، بص بيمشي على الحيطان، وفي نفس الوقت تركيزه ضعيف. يقول لك ده مرض، يعني اختصار ليه بالإنجليزي ADHD، لا واسمه فرط الحركة، يعني فرط الحركة ونقص الانتباه. عدد من الأمهات بيظلموا هذا الطفل، يقعدوا يضربوه، هو مش مركز، مش مركز، لأن أنت عامل حواليه على مكتبه حاجات كتيرة كده مشتتة ذهنه، مش قادر يقعد في الفصل أو الكلاس بتاعه، مش عارف يقعد كده، ينتظر الحصة كل شوية قايم. المدرسة لأنها مش مستوعبة ولا فاهمة فتروح ضرباه مطلعاه بره، بينما هذا طفل مصاب بمرض. هذا المرض معرف باسمه، مرض اسمه فرط الحركة ونقص أو قلة الانتباه. هذا المرض بيعالج بالمناسبة، وبيظهر أعراضه من قبل الوصول لسن 3 سنوات، وبالتالي على كل أم وأب، الأم تحديدا لأنها دائمة الاحتكاك بطفلها، تشوف هذا الطفل. لكن مش ده اسكتي يا أختي، ده الولد شقي، بكرة أول ما يدخل مدرسة هيعل. لا يا أختي، ما ينفعش تتعامل مع العيال كده، لأن المرض ده إذا ترك بدون علاج وذهاب لطبيب نفسي يعالج ويشخص ويطرح الدواء، لا يعمل مشاكل مستقبلية. تعالوا أروح لأستاذ الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، ومساء النور عليك وعلى كل مشاهدينك يا رب. أبسط تعريف للأطفال المصابين بمرض فرط الحركة ونقص أو قلة الانتباه. طيب، هو المرض ده مرض من الأمراض المنتشرة اللي بدأت الاهتمام بيه في الفترة الأخرانية كتير، وزي ما حضرتك بتقول كده إن الناس كان في الأول يجي يقول لك دوات شاي إيه، يعني يبقى شاي الأطفال كلها أشقية، لكن القصة مش بس قصة الشقاوة اللي هي العادية اللي بتبقى موجودة عند معظم الأطفال في مراحل زي سن زي ما حضرتك قلت كده في السنين اللي هي قبل بداية الدراسة، لكن الشقاوة عند الأطفال دي بتبقى زايدة قوي، وبتبقى ملحوظة بشكل كبير جدا إن الطفل مش قادر يقعد، قادر يقعد، يعني تقريبا هو وكأنه مكنة شغالة بشكل مستمر، حتى لو راح في أي مكان بيعمل قلق كبير لكل اللي قاعدين في المكان. وعشان كده الناس بدأت تلاحظ إن التشخيص بتاعه حتى إن هو يكون طفل شقي في كل الأماكن. عندنا بعض الأولاد ممكن تكون في البيت هادي مثلا وتلاقي في أماكن تانية شقي، أو العكس إنه يكون شقي في البيت لأنه متدلع مثلا، لكن لما بيروح اي مكان تاني تلاقيه قاعد على الكرسي وثابت لانه خايف او قلقان. ده ما بيبقاش فرط حركه تشتت الانتباه، لكن فرط الحركه تشتت الانتباه بيبقى الطفل مشتت بدرجه ان هو حركته زياده جدا في تقريبا اكثر من مكانين ثلاثه. عشان كده دايما بيتعرف لما يروح مدرسه او الولد يبقى في البيت او يروح عند جدته يروح عند عمه يروح في اي مكان تلاقي حركته زايده جدا جدا جدا. المرض ده رغم ان هو اسمه فرط الحركه او شتت الانتباه الا ان هو مكون من 3 اشياء. فرط الحركه ده جزء، تشتت الانتباه جزء، الحاجه الثالثه الاندفاعيه الشديده. الاندفاعيه. وكلمه الاندفاعيه يعني الطفل بيعمل افعال دون تفكير، يعني بيخش في حاجه حتى ممكن الاهل يلاحظوها ازاي؟ انك تلاقيه وانت بتكلمه وانت بتتكلم معاه او بتساله على سؤال قبل ما تخلص السؤال تلاقيه رد، ها تلاقيه قطعك في الكلام او بتاع، او ناس قاعدين كبار بيتكلموا هو دايما ينط في وسط الكلام بتاعه، او في اي فعله اي حاجه تلاقيه بيقوم يعمل افعال من غير ما يحسبها، وبالتالي ممكن يؤدي الى تكسير اشياء في البيت، تكسير حاجات لانه ما حسبهاش بشكل كويس او ما فكرش فيها بشكل كويس. الاندفاعيه ده جزء كبير من هذا المرض، معاه بقى الايه فرط الحركه، وكمان الحاجه الثالثه تشتت الانتباه. طبعا الناس بتهتم بالذات موضوع تشتت الانتباه ده لان طبعا ده بيأثر عليه دراسيا وبيأثر عليه في استيعابه وتنميه مهاراته اللي بعد كده.
طب حضرتك دلوقتي قدمت لنا التشخيص، واي امه هتعرف الحاجات اللي حضرتك قلتها تقدر تحدد ابنها مصاب بده او لا. طيب اخذ اكتشفت ان ابنها مصاب بهذه الصفات، اخذته وذهبت الى الطبيب. الجزء الثاني بقى اللي هو بعد الذهاب الى الطبيب، العلاج بيبقى عباره عن ايه يعني؟ طيب اول حاجه الطبيب بيبدا يتاكد ان ده زي ما قلنا كده من الحاجات ديت ان هو عنده تشخيص، وبيبقى فيه اختبارات نفسيه معينه بتبدا حسب الاختبار ده بيحدد هل هو فعلا عنده ولا لا، ولو عنده هل الثلاث اشياء ولا اثنين ولا واحد، لان ممكن واحد يكون عنده بس الانتباه مش موجود، او عنده فقد الانتباه بس، او عنده فرط التحركه بس، او عنده الدفاعيه بس، مش لازم الثلاثه يكونوا موجودين، ممكن واحد يكون عنده حاجه او اثنين منهم. بعد كده بيبدا العلاج. الحته المهمه قوي ان العلاج بتاعه عكس ما الناس ممكن تتخيل، يعني الناس فاهمه ان ده طفل قاعد يتنطط ويجري ويعمل هيقول لك نديله مهدئات، لا فعليا احنا مش بندي مهدئات ولكن بندي منبهات. منبهات يعني ادويه بتساعد على تنبيه المخ، يقوم الشخص ينتبه اكتر. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الطفل ده مشتت، لان جهاز التنبيه اللي عنده في المخ ما بينتبهش بشكل كويس، وهو لو انتبه هيقدر يهدى. فاللي بيحصل ان العلاج مش زي ما ناس مثلا كده تديله حاجه مهدئه تنيم العيل، طب العيل لو نام ولا هينتبه ولا هيعرف يتعلم. لكن العلاجات السليمه لمثل هذه الاطفال، الجزء الاول العلاج الدوائي هي المنبهات التي بتنبه قشره المخ تقوم تخلي الطفل ينتبه اكثر، يقوم يهدى بالطبع، وبالتالي يقدر يستفيد علميا ويبقى فايق. طيب هل مع تطور السن لهذا الطفل المرض بقى بيتراجع او يختفي ولا بيستمر معاه؟ يتوقف على العلاج. لو الطفل ده اتعالج ممكن مع مرور السن فعلا المرض يختفي ويبقى الولد يتحسن وما عادش يحتاج علاجات. اما لو الطفل ما اتعالجش ده ممكن يخش في مشاكل سلوكيه بعد كده، زي تعاطي المخدرات، زي اضطرابات الشخصيه، زي كم في المية من الأطفال مصابين في مصر بهذا المرض؟ الأرقام مش بتبقى أرقام بتاع بنسبة كبيرة حد يقدر يحددها، لأن في أطفال كتير ما عملهاش رصد، ولكن دلوقتي في اهتمام بيها. النسبة بتاعتها ممكن تكون 5-10% من الأطفال ممكن يكون عندهم حاجة زي كده، لكن في دي بتبقى بنعملها أكتر في الدراسات. لكن لو عملت مسح كامل ممكن تلاقي في المدارس تكتشف حاجات أكثر من كده. بشكرك دكتور محمد عادل الحديد، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة.